بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كنز الراغبين، قال: ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح. يعني لو نوى المتيمم بقلبه التيمم المفروض لم يكفي، يبقى فرض التيمم دي من قبيل إضافة الصفة للموصوف مع تقدير المصدر باسم المفعول. نوى فرضا، ده هو بينوي المفروض، بينوي التيمم المفروض. نوى فرض التيمم أي نوى التيمم المفروض عليه لسبب من أسباب التيمم لم يكفي، يعني لم يكفه أو لم تكفه هذه النية في الأصح، يعني في الوجه الأصح للأصحاب. ليه؟ لماذا؟ قال: لأن التيمم ليس مقصودا في ذاته. العبارة دي فرض التيمم معناها إيه؟ إن التيمم مقصود لذاته. طب والتيمم غير مقصود لذاته، وإنما قصد لضرورة فقد الماء أو لمنع استعماله. فلا يجوز لك أن تجعل غير المقصود مقصودا. العبارة دي معناها إيه؟ التيمم المفروض أو فرض التيمم، أنك جعلت التيمم مقصود، والتيمم ليس بمقصود، وإنما أتي به من أجل أن نتوصل به لغيره، إنما أتي به للضرورة، للحاجة الشديدة إليه. والثاني وهو مقابل الأصح، إنه إذا قال بقلبه نويت فرض التيمم أو نويت التيمم المفروض كفى وأجزأ وصح، كما في الوضوء، يعني قياسا على صحة نية فرض الوضوء أو الوضوء المفروض. يعني قسنا هذه الصورة وهي فرض التيمم أو التيمم المفروض على الوضوء المفروض أو فرض الوضوء، وهذا القياس إنما يكون في الإجزاء والكفاية. والجامع بين المقيس والمقيس عليه أن كل منهما طهارة. شوف بقى الإمام المحلي ذكر يا أولاد، ذكر الوجه الأصح وذكر دليلا، ما ذكرش دليل، ولكن ببداعة ذكر في الفرق دليل الأصح. شفت بقى الشغل ده، الشغل ده لما تقعد تقرا كده واحدة واحدة تهتدي لمثل هذا. لكن شوف بقى بداعة الإمام المحلي إنه أدرج في الفرق دليل الأصح بعبارة وجيزة فريدة في بابها. ذكر دليل الأصح؟ لا، إنما ذكره في الفرق، فهذا يدل على إبداع شديد في الاختصار واقتصار العبارة من الإمام المحلي. كان يقدر يجيب الأصح ودليله، ده مقابل الأصح ودليله، ويرد على مقابل الأصح بالفرق
بين المقيس والمقيس عليه، لكن عمل ما هو أدق في الصياغة وما هو يعني أشعث للذهن على التأمل والتفكير من الإتيان بصراحة الأدلة، وهو أنه قد أدرج في الفرق دليل الأصح. لأن هو مين اللي بيفرق؟ مين اللي بيفرق ما بين المقيس والمقيس عليه الأصح؟ فأخر الدليل لموطن الفرق اختصارا واقتصارا وتدريبا للذهن وتشحيذا للعقل، إن هو يتيقف ويتأمل، لأن العلم كما تعلمنا من مشايخنا يعطى قطرة قطرة، مش كده جملة بقى وخد إيه، خد بالكوبايات، انسح بالكوبايات الكبيرات، لا، الطريقة دي مش طريقته، دي طريقة الخطباء، طريقة الهياصين، طريقة الهجاصين، لكننا نقرأ الكتابة كلمة كلمة ونمشي كده واحدة واحدة. بس الكتاب كده مش هيخلص، عنه ما خلص. يا ولدي لا تستعجل البحث قبل تمام الفهم. حتة حلوة دي النهاردة دي يا جماعة بتوع الكومنتات، لا تستعجل البحث قبل تمام الفهم، يعني افهم الأول وما تستعجلش النتيجة، استوي وما تطلبش النضج السريع. النضج السريع لن يأتي بثمر، إنما سيأتي بعقول مشوهة وأنصاف أشياخ. يبقى طلب النضج السريع ينتج أنصاف أشياخ وعقول مشوهة وإطلال كبير. شو دي بقى مهمة، دي اللي نشتغل عليها في عصرنا. طيب يبقى فهمنا بقى دي مهمة قوي. احنا بقى مش احنا يعني احنا مدرسة الشيخ علي رضي الله عنه وارضاه، لا تبغي اخراج انصاف الشيخ ولا تبغي تربية اصحاب عقول مشوهة ولا تبغي افساد ذهنية ونفسية طالب العلم. وانت رحت الجمعة الماضية؟ طيب لو رحت الجمعة القادمة خدني معك. فأقرا بقى المحلي كده واحدة واحدة، بيقول لك ايه؟ وفرق الأول. الله، شفت بقى؟ لأن الفقه يا مشايخ بس جمع وفرق. وفرق الأول، فرق يعني يا أولاد، يعني أوجد وصفا مؤثرا بين المقيس والمقيس عليه يمنع من القياس. وانت ماشي كده يبقى فرق، معناها ايه يا مشايخ؟ انه اوجد وصفا مؤثرا يمنع من الحاق الفرع بالاصل. يا سلام، هو عمل كده؟ اه والله. طب هو عمل كده منين؟ الملكه. بس دول بقى كانوا اصحاب ملكات، لأن مستوى في العلم نضجوا يا مولانا، نضجوا. واحد لما يقعد يقرأ الكتاب على مشايخه مرات ومرات ويدرسه ويقعد يعلق عليه ويقعد يحش عليه ويعيده مرة تاني ويعيده، كل ده بيكون ملكات متراكمة احنا فاقدينها في العصر ده، لأن الأكاديميات المعاصرة لا تربي الملكات، وإنما تؤسس لإعطاء شهادات لا تنم عن إمكانيات أصحابها.
وفرق الأول، الأول اللي هو يا مشايخ اللي هو الأصح القائل، وفرق الأول القائل بعدم الكفاية، يعني أن هذه النية لا تكفي لا تجزئ، بأن يجي يقول لك الباء هنا للإيه؟ للتصوير. شفت شفت ماشيين كده نمسك حاجة حاجة، التصوير بيصور الإيه؟ صور الفرق. بأن التيمم طهارة ضرورة، يعني طهارة ألجأتنا إليها الحاجة الشديدة بسبب عدم وجود الماء حسا أو شرعا. وجود الماء حسا أو شرعا يعني إيه؟ يعني بمعنى أن أنا الماء معدوم حسا وغير قادرين على استعماله شرعا، يعني لا يصلح يعني التيمم أن يكون الضمير عائد إلى التيمم مقصودا في نفسه أصالة. يبقى عبارتك دي بيفهم منها يا عم الشيخ إنه طهارة مقصودة، لكن التيمم ليس طهارة مقصودة. طب فين بقى جعله مقصود؟ ما هو الطريق الذي فهمنا منه أن هذه العبارة يفهم منها أن التيمم مقصود؟ قال له لأني عدول عن نية الاستباحة إلى فرض التيمم فهم منه أنها مقصودة. ولذلك قال لأن ترك نية الاستباحة، أنه ترك نية الاستباحة وعدل إلى نية التيمم وذهب إلى نية التيمم أو فرضية التيمم، ظاهر إن التيمم مقصود مع إن التيمم ليس مقصودا. أنت لازم تقيده بالضرورة، والدليل على أنه ليس مقصود شو بقى هو إيه؟ يعني أتى بالفرق وأعقبه بدليل على تلك الدعوة، هو ادعى أنه غير مقصود، ما الدليل على أنه غير مقصود؟ ما الذي يؤكد ويؤيد هذا؟ فقال وذلك ولذلك، يعني ومن أجل أنه ليس مقصودا في نفسه لا يستحب تجديده. يعني لو ذهب وتيمم بعد تيممه الأول هذا التيمم الذي أعاده من غير مسوغ ليس مستحبا. يعني هو عمل إيه؟ وده يتصور يا أولاد التجديد في النافلة ولا في الفريضة؟ قولوا لي كده. لا يجاوب يبقى بيفهم. حتة حلوة بقى لي كله. بخلاف الوضوء، هنرجع للسؤال ده تاني عشان تقول أجاوب عنه. بخلاف الوضوء، الوضوء يستحب تجديده. ذهبت، توضيت، صليت بركعتين، ها يستحب لي أن أذهب وأن أجدد وضوئي. طبعا ركعتين غير ركعتين الوضوء، وإلا على طول هيبقى إيه؟ وأنت اللي سألت النوبة اللي فاتت السؤال ده. أذهب وأتوضأ ثانية ثم أصلي، ثم أذهب وأتوضأ ثانية ثم أصلي. فالوضوء يستحب تجديده لأنه مقصود، الشرع قصد ولذلك طلبه، قصد لنفسه. أما التيمم ليس مقصودا لنفسه بدليل، وكمان ويؤكد هذا إن التيمم ده وضع التراب على الوجه وفي تشويه للخلق، خد بالك. طيب إيه صورة بقى تجديد التيمم؟ ها إني أنا بلاش تجاوب، أنتوا مش هتعرفوا تجاوبوا عليه.
طب افرض انا تيممت لفرض ورحت صليت الفرض وعايز اصلي نفل، لا يستحب ان اذهب واجدد التيمم. يبقى هنا التجديد لا يظهر، عدم استحباب التجديد لا يظهر ذلك الا في النوافل. ليه؟ طب والفرض؟ لان الفرض هتصلي بايه؟ ما انت لو صليت بفرض مش هتصلي بيه اصلا فرض تاني. ففين التجديد؟ تجديد ايه؟ ده اذا اردت ان تصلي فرض تاني تتيمم تيمما واجبا يكون تيمما للفرض وليس يعني تجديدا للتيمم. انما التيمم الذي يقولون عنه بانه ليس بمستحب هو تجديد التيمم للنافله. لان طب نحن لما تكلمنا على تجديد الوضوء قلنا الشرط في ايه؟ ان تؤدي به عبادة. انا توضأت ولم اؤدي واردت ان اصلي صلاه اخرى، لا ما اجددش. انما يجدد من استؤمن، يعني تعبد به ولو بركعتين، ولو بركعه يا سيدي. طيب قال ولو نوى المتيمم التيمم، يعني قال بقلبه نويت التيمم لم يكفي، يعني لم تكفي هذه النية. جزما يعني ايه؟ يعني بلا خلاف. محله ما لم يضفه لنحو الصلاة. ما يقولش مثلا نويت التيمم لصلاة العصر. أنا كاتب عبارة لطيفة أوي بتقول صمم ابن الرملي على أن محل عدم الاكتفاء بنية التيمم وفرض التيمم ما لم يضفها لنحو الصلاة. يعني كان يعني متمسك جدا بأن محل الخلاف حيث لم يضف التيمم لنحو الصلاة. طب يا مولانا افرض أضافها لصلاة، نويت التيمم لاستباحة صلاة العصر. قال صحيح يلغى نويت التيمم ويبقي استباحة الصلاة بس وخلصنا. الكلام ده صحيح، ابن الرمل قال كده، لأنه إذا اشتمل على فاسد وصحيح لم يفسد الفاسد الصحيح، بل الفاسد يبطل ويبقى الصحيح كما هو. قال فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو نويت فرض التيمم للصلاة جاز، يعني صحت هذه النية وصححنا منها الصحيح وأبطلنا منها الباطل أخذا من العلة. ليه؟ هل لأنه بالطريقة دي ما جعلش التيمم مقصود، إنما جعله للصلاة لا لذاته. ده دخل مدخل كمان غير اللي أنا دخلته، إفساد الصحيح وتصحيح الفاسد. لا، قال لأنه إنما بطل هناك، يعني فيما إذا قال نويت التيمم أو فرض التيمم، لأن التيمم لا يصلح مقصودا، ولما أضافه لم يبقى مقصودا. الله، مدخل خلاف اللي أنا بقوله. لما قال نويت فرض التيمم للصلاة يبقى أنت جعلت التيمم ماله مراد للصلاة ليس مرادا لذاته.
ده عقد التيمم مضاف للصلاة، يبقى التيمم مش مقصود. أنت بتقول إن التيمم متى جيء به في النية وكان مقصودا لم يكفي، ومتى فهمنا من العبارة أنه ليس مقصودا وإنما هو مراد لغيره صح. شفت بقى الكلام الحلو إزاي؟ واحدة واحدة الكلام يا مولانا يمشي على رجلين. طب وفي الحالة دي بقى يعمل إيه لما يقول نويت الصلاة التيمم للصلاة؟ قال له يستبيح به النوافل فقط ولا يستبيح به الفرض. ليه؟ قال لأن أقل درجة الصلاة النافل لا الفرض، فيحمل التيمم للصلاة على أقل درجات الصلاة وهي صلاة النافلة. ايه الجمال ده؟ تصدق انا فهمتها بطريقه لطيفه خالص. يا الله فاهمين؟ واضح يا عم الدكتور؟ ده كنز الراغبين، ده الكنز كنز. والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في الجملة، يعني ما هي النية التي يصح التيمم بها؟ يبقى كلامنا فين يا مش بنتكلم على ايه؟ على النية التي يصح التيمم بها. اما ما سياتي بيتكلم على النية ولكن باعتبار اخر، باعتبار ما يستباح بالنية. خلي بالك هنا، بص بقى، النية لها طرفين في ذاتها، ما هي النية التي في ذاتها يصح بها التيمم؟ جميل. طيب قلنا وأتينا بالنية التي يصح بها التيمم، ما الذي تستبيحه هذه النية؟ أعمل بها إيه؟ أصلي بها فرض ولا أصلي بها نفل ولا أطوف بها ولا؟ دي مسألة سيأتي الكلام عليها بعد ذلك. فهو بيتكلم على النية إن ليها نظرتين، نظرة في ذاتها متى تكون صحيحة، ونظرة فيما يستباح بتلك النية الصحيحة. دي مسألة تانية. ويجب قرنها بالنقل أي بأوله الحاصل بالضرب. ويجب، يجب يعني إيه؟ يعني يشترط، يعني لا بد منه. مش يجب بمعنى أنه يأثم إذا ترك، لا، يجب بمعنى أنه لا بد منه، بمعنى أنه شرط. حتة حلوة دي، خلي بالك، تفهم المصطلحات تنال أعلى الدرجات. ويجب قرنها يعني يشترط، ولا بد من قرن النية بالنقل. قرنها يعني ايه؟ يعني اجتماعهما في زمان واحد. ينوي وهو بيضرب التراب من اجل ان ينقله، يبقى النقل اول النقل امتى؟ وهو بيضرب كده يا احمد ازاي، وهو بيضع ايده على التراب كده يكون نوى بايده. نوى بايده ايه؟ نوى بقلبه. يبقى متى ياتي بالنيه يا عم الشيخ خيري؟ عند وضع يده على الارض من اجل نقل التراب. ولذلك بيقول لك ايه؟ شوف بقى الكلام الحلو ده، دقيق جدا. يقول لك ويجب قرنها، يعني قرن النيه المعتبرات التي تكلمنا عليها قبل ذلك، بالنقل يعني بنقل التراب، أي بأول النقل. أول النقل إمتى؟ وأنا واضع إيدي على الأرض بنقل التراب. لابد وأن تكون النية عند وضع يدي على الأرض لنقل التراب، لأن ده أول النقل. بينتهي إمتى بقى آخر النقل؟ بتحويل التراب إلى الوجه واليدين، لأنه العلة دي بقى،
لأن النقل أول الأركان، ونحن قلنا بأن النية إنما تكون مع أول الأركان. شو قلنا كده؟ زمانها أول العبادة غالبا، فتكون النية قبل رفع اليدين من الأرض. يبقى لابد حضرتك قبل ما ترفع إيديك من الأرض أن تكون قد أتيت بالنية إتيانا كاملا كافيا مجزئا. وذلك عند أول، فتكون النية قبل رفع اليدين من الأرض عند أول مماساته للأرض. حلو، أول ما تمس الأرض كده أهو تأتي بالنية وتنتهي منها قبل أن ترفع يديك من الأرض. ده الأرض ده مثال. وتنتهي فين؟ ما تنتهيش بقى. تنتهي مين؟ أنت بتقرنها وتستدمها إلى ضرب شيء من الوجه واليدين. إلى 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 ما هو يقول لك بعد كده، بص يا دكتور، وكذا يجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. لا إلا عند الوجه. ويطرح بقى في خلاف كبير في هذا الباب. لسه ده لسه فيها كمان، ده آخرها لسه فيها مشكلة وفيها كلام، والمهمات وللإسناوي الكلام، والتاني قال والتاني عاد، وعمالين يتخانقوا مع بعض. فلو لم ينوي عند ابتداء النقل، ما نواش ووضع ايده على الارض، ثم نوى قبل ان يمس التراب وجهه، ما هو حط ايده كده على الايه؟ على الارض، ونقل التراب وهو بيرفع كده اهو ايده، نوى ثم استدام نيته الى ان مسح شيئا من الوجه، هل يكفي؟ نعم يكفي. ليه؟ لأنه وأنا إيدي كده قبل ما تصل إلى وجهي نويت. طب ما هو ده نقل، يعتبر ده بقى أول نقلي. قال استنى عشان طارت. طيب، ويقول لك كأنه نقله يعني من إيه؟ من الوجه أو اليدين، قياسا على ما لو نقله من الوجه إلى اليدين أو من اليدين إلى الوجه. وكذا أي كما يجب قرنها بأول النقل عند وضع يده على الأرض، تجب استدامتها أي استدامة النية المعتبرة إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح. هي الفترة ما بينهم فترة ضئيلة جدا، زمنية ضئيلة جدا، لأن أنا هعمل كده أهو وهنوي وهو مرفع إيدي وماسح بها الوجه. ينبغي أن تكون النية أيضا مستدامة يعني موجودة عند مسح شيء من الوجه. فلو عزبت يعني وجدت عند وضع اليد على الأرض ثم غابت عند وضع اليد على الوجه قبل أن يمسح وجهه لم يكفي، لم يكفي، لم يكفي. يعني لم يكفي المسح، بل لابد وأن ينوي عند مسح شيء من الوجه. ليه؟ طب هم اوجدها عند النقل، قالوا ما هو النقل غير مقصود، ولا بد ان توجد النية عند جزء او عضو مقصود. قال في المهمات الامام الاسنوي في المهمات، قال والمتجه، وهذا هو المعتمد،
الاكتفاء باستحضار النية، يعني بإحضارها، مش بطلب إحضارها، لا بإحضارها بالفعل، باستحضار النية عند النقل وعند مسح شيء من الوجه. أصل كلمة استدامة يفهم منها إيه؟ إن النية لابد أن تستمر من وضع اليدين على التراب إلى وضع اليدين على الوجه. فالإمام الإسنوي قال لا، ده مش شرط، شرط أن توجد النية عند أول النقل وأن توجد النية عند أول مسح الوجه. فلو عزبت أو غربت بينهما لم تؤثر، لأن العبرة إيه؟ أن توجد عند ركن غير مقصود وعند ركن مقصود. كلام جميل بكلام الإسنوي ده. وإن عزبت، يعني وإن عزبت بينهم، عزبت يعني غابت واختفت بين النقل وبين مسح اليدين، مسح الوجه، إلا أنها وجدت عند النقل ووجدت عند مسح شيء من الوجه وغابت بينهما. وده خلي بالك ده يعني ايه من النوادر، لان النقل مع الوضع الوقت ده بسيط جدا، بس بنقول افترض. ويقول لك وعزبت من باب قتل وضرب، يبقى قتل يقتل، عزب يعزب، او يعزب يضرب، يبقى يعزب ويضرب، يعزب ويعزب، يبقى يعزب ويعزب فيها الوجهين. واستشهد الإمام الإسنوي في المهمات بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد، والتعبير بالاستدامة كما قاله الإمام الشهاب الرملي والد الشمس الرملي رحمه الله جميعا جرى على الغالب ليه؟ قال لأن الزمن ده زمن يسير جدا، اللي ما بين النقل وما بين وضع اليدين على الوجه ده بيعمل كده كده، الوقت ده من النادر أن تعزب فيه النية، لكن هاب إنه هو نقل، حط إيد وناوي وجاله تليفون، فراح رفع التليفون، أهلا إزايك يا فلان الفلان، أخبارك إيه؟ نص ساعة مرة ده أنا بتهم، أما أحط إيدي على وجهي وأنا خد بالك، بس مش ده، ده ده النادر. أما الغالب لا، ده الغالب أنه زمن يسير جدا لا تعزم فيه النية، ده لحظات، ده فلت لحظات. قال لأن الزمن يسير لا تعزم النية فيه غالبا، حتى إنه لو لم ينوي بعد ذلك إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأه. فإن أنا نويت عند النقل وجاني تليفون رغيت وكلمت نص ساعة ثم بعد ذلك مسحت وجهي ونويته عند مسح الوجه، خلاص أجزأك. نعم قال لي أصله، خلي بالك هو لما اتكلم في التليفون وعمل كده صح؟ كان التراب على يديه، لما جه وضع التراب على وجهه صار كأنه نقله منين يا مولانا؟ من اليدين إلى الوجه.
صار كما لو نقلاه من اليدين إلى الوجه. شوف بقى الحتة الدقيقة دي وانا نهيلها. ولا ينافيه قول الأصحاب يجب قرنها بالنقل. طب أنا قرنتها بالنقل على الوجه المعتمد وهذا لا يعتد به. قال النقل اللي فات ده خلينا نقول انه مش معتد به. طيب انت بعد ما حطيت التليفون ها عملت ايه؟ نقلت تراب اللي في ايدك الى الوجه، يبقى انت نقلت التراب من اليدين من اليد الى الايه؟ الى الوجه. ولذلك احنا امبارح قلنا ولو نقله من يد الى وجه اجزاء كافة على الاصح. ما هو اجزاء كافة. لا حول ولا قوة الا بالله. والثاني شفت بقى خلينا مع الاول. الاول بيقول لي يا اولاد بيقول لك وكذا استدامتها الى مسح شيء من الوجه على الصحيح. خلي بالك عامل لي نفس الكلام لم يستدل بعد ذكر الوجه. امال هيستدل فين؟ عند مناقشة المقابل. يبقى ده ايه؟ ده منهج علمي فيه التأليل وريد به قمة الاختصار والاقتصار، حاجة عالية جدا في الكتابة. ولذلك تقرأ المحل ده وعينيك في وسط راسك. يعني عينيك في وسط راسك يعني مركز جدا. واخد بال حضرتك؟ طيب والثاني لا لا اكتفاء بقرنها بأول الأركان. يعني لا يشترط، شوف بقى الكلام الحلو ده، قرن النية بأول الوجه. يعني لا يشترط استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، اللي هو قرنها بالوجه شيء. تقلقش يعني، تقلقش. اكتفاءً، العلة هي إيه؟ أنه يكتفي اكتفاءً بقرنها، يعني بقرن النية بأول الأركان وهو النقل. إحنا عايزين النية تقترن بأول الأركان، ولا يشترط أن تستدام النية إلى أول ممسوح من الوجه. كما في الوضوء. يعني وإن لم يستحضرها، استحضر النية عند النقل ولم يستحضرها عند مسح شيء من الوجه، صح على هذا الوجه. وأما على الأصح على الصح على الأصح فلا يصح. وإن لم يستحضر النية عند مسح الوجه كما في الوضوء، يعني قياسا على الوضوء. أنت في الوضوء بتقرن النية بإيه؟ بأول ممسوح من الوجه. طيب كفاية عليه، ما بتقرنهاش بركنين، ده بتقرنها بركن واحد بس وهو أول ممسوح من الوجه كما في الوضوء. يعني قياسا على ما في الوضوء من أنه يكتفى بقرن النية بأول ممسوح من الوجه فكذلك هنا. وأجاب الأول، شفت بقى إيه؟ ويقوم مديك إيه يا أولاد؟ الدليل معاه، خد الدليل أهو. الدليل بتاع إيه؟ الفرق ودليل الوجه الأول الأصح. وأجاب الوجه الأول وهو مقابل الصحيح بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره بخلافه في الوضوء. أصل مقصود لغيره ده كأنه غير معتبر لذاته. يعني أول الأركان في التيمم النقل، والنقل ده غير مقصود لذاته بخلاف الوضوء. أول الفروض
ها الوجه، والوجه مقصود لذاته بخلافه في الوضوء، يعني بخلافه هذا يخالف ما في الوضوء، لأن أول مغسول في الوضوء مقصود. فإنه مقصود في نفسه، ثم شرع في بيان ما يباح له بنية التيمم. احنا نقف عند